في عالم التحول المتسارع، أصبحت التغيرات المستمرة على التشريعات ومتطلبات الجهات المشرعة والرقابية أساساً لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. فهذه التغيرات تتطلب توفير قنوات سهلة تساعد المستفيدين على تقييم ملائمتهم والتزامهم بمتطلبات الجهة المعنية لتفادي أي أضرار على سير أعمال القطاع الخاص. أداة التقييم الذاتي تتيح لعملائنا من القطاع الحكومي منصة إلكترونية سهلة وآمنة تسمح لمستفيديها معرفة مدى التزامهم بالأنظمة والتشريعات وضمان الحصول على أحدث القوانين الجديدة على المنشآت لضمان تحقيقهم أعلى معايير الجودة وتفادي المخالفات. وتتيح الأداة تزويد المستفيدين بتقارير مفصلة عن مدى موافقة والتزام المنشأة بالقوانين الحالية للجهة الحكومية المشرعة. ونعتز بشراكتنا مع وزارة الصحة وشركة لين في تطبيق المنتج، فمنذ اعتماده وفي أقل من سنة تم تسجيل 9000 منشأة صحية، منها 8506 منشأة أتمت التقييم. شركاؤنا في النجاح، وزارة الصحة، وزارة العمل.